بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعتز وأفتخر بهذه المناسبة لتكريم مجموعة من الرياضيين والجمعويين بمقاطعة السيد البرنوسي، وأستغل هذه المناسبة بكل اعتزاز وبكل فخر لتكريم الوالد الحاج ماهر أطال الله في عمره. هذا الوالد الذي عرفته منذ نعومة أظافري، فاعلا جمعويا بدأ شبابه مقاوما ضد الاستعمار الفرنسي الغاشم، وترعرع في خلايا حزب الاستقلال وموظفا في المكتب الوطني للشاي والسكر وكاتبا محليا في نقابة الاتحاد العام الشغالين بالمغرب إلى تقاعده. بعد ذلك شارك متطوعا ممثلا للهلال الأحمر المغربي في المسيرة الخضراء المضفرة، وبعدها تفرغ وبشكل كامل ومستمر للعمل الجمعوي كرئيس لجمعيته أشبال البرنوسي بمقاطعة السيد البرنوسي للكاراتي والتيكواندو، هات الجمعية التي تخرج منها مجموعة من الأبطال شباباً وشابات ممثلين لهذا الحي المجيد. كذلك تقلد مناصب عدة لدى الجامعة الملكية للتيكواندو وشهادات تقديرية في مختلف المحافل الوطنية والجهوية والمحلية، بالإضافة إلى الأنشطة المحلية على مستوى مقاطعات عمالات السيد البرنوسي في جميع التظاهرات والمناسبات الوطنية كعيد الشباب وعيد الاستقلال والمسيرة الخضراء. كذلك بالإضافة إلى أصوله الصحراوية وممثلا للمونيرسو، كان ممثلا للحي لمجموعة من الصحراويين دائما مساندا للوحدة الوطنية. أشكركم جميعا على هذا التكريم وعلى هذا الجميل الذي سأكون مدينا له بتكريمكم للوالد الذي أعطى الكثير والكثير لهذا الحي والذي يعرفه الصغير والكبير. ها هو الآن في مرضه منذ سنتين طريح الفراش، وكم أتلج صدره باستدعائكم له ليكون أمامكم، وأنا متأكد أن كل خفقات قلبه تدعو لكم بالخير وبالتوفيق، ولكم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله.